السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهاردة جايب لكم بقى حلقة ولا اي حلقة، يعني حلقة النهاردة يا جماعة جايين نتكلم عن براميل البيض اللي طفحة في ام اليوتيوب اليومين دولا. وطبعا يعني مفيش غير بلاعة اللي احنا نفتحها اول بلاعة معانا، وهي طبعا الكابلز يا جدعان. اي واحد بيتجوز واحدة يطلعوا يعملوا فيديوهات وشيمانيكا وشيمانكحة وعادي وايزي كله يعني ايه شغال. بس قبل ما نبدأ الفيديو يعني على خيرة الله، لا تنسوا ام اللايك الشاري خلفية حساية حنايح، ولو مش مشترك في ام القناة يعني انزل اشترك وما تبقاش كتع كسع كسة. الواجب مع اخوك السودسي يعني ايه، احنا يعني بدأنا نحط رجلنا تاني في الشغل، فياريت تدعمونا بام لايك. يلا نبدأ الفيديو على خيرة الله وزيع يا ابن خالتي. مفاجأة اليوم حبايبي طبعا راح تكون انه عنا 20 واحد. شكرتنايا؟ شطرطر. ده انا اللي عليكم هطرطر، اقسم بالله العظيم. يعني انا المفروض ان هي دي مسحة يعني حقيقة، يعني انا المفروض ان انا اضحك، انا كمشاهد المفروض ان انا يعني اول ما اسمع كلمة شطرطر دي هعمل الضحك وفرفر. وحقيقة يعني انا عارف ان ده احمد حسن، وعارف ان البنية اللي ورا دي ان هي زينب، لكن اعرف ان الاتنين النسوان الجداد دول انا اول مرة يعني ايه اخد بالي منهم. فنكمل بقى ام الفيديو برضه عشان خاطر ايه نعرف اكتر عن ام الحلقه دي وزيع. مشكله انا ايدي مربطين، ابوي ده كان اكل كف. هلا حبايبي انا بحب البنت أسبوع. مش البيضه، بحب البنت القمحانويه، وبحب البنت اللي عيونها سود وعسليه، ما بحب العيون الملونه. اذا ما بيحبكيش يا بسان. هي ناقصه شعر، يقول لك انا احب البنت القمحانيه والاحبانيه وشغلنا طينه. يعني ايه ده؟ ايه ده يعني هو انت يعني ايه دنجوان قوي برحمك؟ ما نضحكش على بعضينا يعني. والبنت تقول لك انا لو نزلت هاكله كف، يعني إيه باين يعني ما انت خلاص كده يعني ايه في الخروف ليست. نكمل بقى ام الحلقه اللي بعديها وزيع. دلوقتي حنطق، انا بس انزل حنطق كتير. اسمع فكره، انا ما بحبش البنت تعلي صوتها. ما بحب البنت تعلي صوتها علي وانا موجود بالحياه. امي ما بترفع صوتها علي. يا ابني انا يا ابني اقسم بالله العظيم ثلاثه انا اتفقعت يعني. انا عايز دكتور يستأصلها لي خالص ويريحني من اللي انا بشوفه ده. يعني انا خلاص كده يعني إيه الواد عامل فيها قوي يعني برطمان رجوله وفرط على ميتين ابونا يعني وهو البنت بتقول لك انا لو نزلت هاكله كف يعني ولا انت بتتشطر عليه عشان خاطر مربوطه لو نزلت هتنكح حالك؟ يعني نكمل بقى ام الفيديو وزيع. واللي هيحصل طبعا احنا الجو حر والدنيا سلام، فهنطري عليهم بشويه ميه. طب يا جماعه بس احنا بنعمل دوت عشان الجو حر زي ما انتوا عارفين. ده بقى حبيبي يعني في سمو سدك ومع 10000 درهم احنا منين ندفعهم؟ ترمي عمراتي. لا حمش يلا، ابو نيك يلا حمش والله العظيم. يعني ايه بتقولوا بترمي على مراتي ويخش ايه بقى انت فاهمني، يغرق مرات الخروف الثاني وايه خرفان عماله تنطح في بعضيها. وطبعا يا جدعان انا يعني ايه اول ما وقفت كده خدت بالي من ايه، عملت يعني ستوب كده يعني ايه، لقيت حاجه بارزه قوي يعني في ام البتاع. ليه يعني تقول لك والدنيا صيام وهم كده ايه، المفروض ان هم صايمين يعني، المفروض ان هم صايمين ومطلعين ايه الى مؤاخذه يعني الاسلحه الفتاكه على ام لا اله الا الله. فهذا يعني يعتبر محتوى دياسه بالدرجه الاولى، وهو ده يعني اللي بيواجهه بلدنا اليومين دول. إيه ولا في شغلة ولا مشغلة، ها هو خد لي بالك وكل واحد بقى إيه يروح يتجوز لي واحدة وينزلوا بقى على أم اليوتيوب بقى إيه أنا ومراتي جبنا إيه القلوط السحري اللي بيلف ويدور بسرعة المطور وشغلانة يعني التين التين. ويعني إيه لك الله يا مصر يعني. وفي نهاية الحلقة يا ولادي لا تنسوا أم اللايك الشاري خلفيح السيح النايح، ولا تكونوا كتع كسح كسل، وأن تشترك في أم القناة. أشكركم شعبي العظيم، أشكركم.